بتاع الفيديو. نحن كبراند نجا سعادة كل سنة عم يكون عنا وقفة خلال السنة، واللي هو جزء كتير مهم بالنسبة لإلنا بهالبراند، يلي إنه نكون عم نعمل وقفة إنسانية ودعم لجمعية معينة. السنة الماضية عملنا لجمعية خاصة، وهالسنة كمان حبينا إنه نكون في تعاون مع ميرا حول الاس او اس، لحتى نكون عم نعكس مثل ما قلت الجمال والإبداع، خاصة نحن خلال هالسنة بآخر سنة 2018 كان عندنا موضوع خاص لإلنا يلي هو بيوتي اوف باور. أخذنا هالتايم ومشينا فيه، وحبينا ومن خلال الفيديوهات كنا كل شهر عم نتناول فيه قضية معينة، فحبينا إنه هالبازار السنة يكون لـ SOS، لحتى يكون عم ندعم عن جد فعلا أطفال SOS، ونكون عم نحط مثل ما بيقولوا نقطة صغيرة أو بحصة اللي بتسند خيبية. كيف هالتعاون تم بين ميرا؟ يعني كيف تعرفت عليها؟ كيف تلاقيتوا سوا؟ ميرا صراحة صار في تعاون مع بعضنا أول شيء من خلال مس وورلد، لما كانت مشاركة بمس وورلد، فكان في دريسز انشغلوا لهالمناسبة وكانت عم تلبسهم بالاكتيفيتيز اللي كانوا عم بيصيروا خلال مس وورلد، ومن هون صار في تعارف بيني وبين ميرا، وبالوقت نفسه صار في اذا بدنا كثير تقارب من خلال عن جد فعلا صدق ميرا، وبالوقت نفسه قد ايه هالبراند حابه انه تكون عم تعطي شيء جديد، وبهالاطار اللي هو نكون عم نعمل بازار نحن خلال هالسنه. بدي اسال ميرا كيف يعني لما عرض عليك نجا الفكره رحبت دغري او كان عندك شوي تخوف؟ لانه انا بعرف انت اجمالا من العالم المتصالحين مع حالهم، ولما بتعجبهم فكره بفوتوا فيها للعمل، فكيف كانت رده فعلك؟ اول ما خبرني نجا عن هيدي الكولكشن وعن هذا التعاون ابدا ما ترددت، لانه كان في تعاون سابق وكثير انبسطت من الفكره انه عم يجمعوا الجمال والابداع سوا، وبتمس يعني اشخاص بحاجه لنا اليوم بالمجتمع، اولاد الاس او اس. وكان كثير حلو التصوير وقت طلعنا، شفت الاولاد قد ايه مبسوطين عم يشوفوا شيء جديد، حسيت هيدا الامل اللي بدهم اياه، فابدا ما ترددت. ميرا انت بنت الاس او اس، يعني لما انعرض عليك المشروع يمكن كانت ممكن تكون ردة فعلك شغلتين، كان ممكن تقولي لا انا ما بدي كثير عرضهم للضوء، او لا انا بدي كرمال تنضوي على قضيه انسانيه. انت اي فكره مشيتي فيها؟ اكيد كانت فكرتي انه نقدر نساعدهم ونسلط الضوء عليهم، لانه مثل هلا كثير جمعيات صاروا منسيين ولازم نضوي عليهم ونعلم العالم كيف معقول يقدروا يساعدون، كيف في حيلا طريقه اليوم بشيء كثير صغير تقدر تساعديهم وتقدر تزرع الامل عندهم. سو اكيد ما ترددت، واكيد كان بدي سلط الضوء على الاس او اس. طب هالكولابوريشن نحن شفنا اللي هو فيديو اللي هو الحمله اللي تصورت وفيها انت كنت لابسه هالفستان الازرق الحلو، يعني اللي كثير من الناس علقوا حتى على الانستغرام اكاونت لما انعرض انه هالفستان الدريمي هالفيري تيل اللي كنت عم بتجسديها مع الاولاد. قد ايه هالمشهد بيأثر فيك؟ قد ايه بتلاقي حالك محله؟ اول شيء كثير حبيت الدريس، وخاصه لانه لونه بلو بقلك كثير. ثانك يو. ولوجو الاس او اس لونه بلو كمان. وقد ايه زرعت الامل عندهم ومبسوطه شو شافوني، كمان كثير اثر فيه لانه اجت ميرا الملكه وين الحراس تبعها، يعني اخذينا اكستريم انه ميرا عندها حراس، ميرا ملكه، ميرا لابسه فستان طويل، هيك الولد بيحلم. فكان عندهم هيدي النظره بدنا نكون وبدنا نصير مثل ميرا، وهذا الشيء بيفرحني انا لانه بشوفهم قد ايه مبسوطين، بشوف الامل بعيونهم، بشوف قد ايه متمسكين بالحياه. شو هيك الجمله يمكن اللي قالت لك اياها طفله واثرت فيك كثير انت عم بتصور الحمله او لما كنت تطلع؟ لانه انا بعرف انه على طول عندك زيارات وعلى طول انت داعمه للمؤسسه.
هلا كذا حدا بيقول لي انه بدنا نكون مثليك، بدنا نلبس مثليك، بدنا، بس اللي بيأثر فيي وقت يقولوا انه مثلا ما عندي ام، مثلا ما عندي بي، ما عندي حدا، فبس يقولوا هيك بدي فرجيهم لا انتوا عندكم كلنا، كلنا هون كرمالكم، وما تاخدوها هذا الشيء نيجاتيف بحياتكم، بالعكس خليكم قوية، انتوا عم تتعلموا، انتوا كل العالم عم بتساعدكم، كل العالم بتحبكم، في يمكن الله ياخذ منكم شيء يعطيكم دوبل عنه. كونك انت يمكن قطعتي بهالتجربه من قبل وعشتي اغلبيه حياتك معهم للاولاد، ومن فتره انا بعرف انه يمكن كمان حتى تبنيتي ولد، هل يا ترى هو هيدا الولد بس اللي عم بتركزي عليه ولا في مشروع اكبر ممكن نحكي عنه؟ أنا مش من فترة صغيرة، من فترة طويلة أوكي. تبنيت صبي وقتها بالإس أو إس، أنا عم تحكي أكتر من سنتين. أوكي. وتعملت هيدي الستيب كان بدي أكتر أتصالح أكتر مع نفسي، وصلت لهيدي المرحلة الاكتفاء الذاتي عندي، ومن فترة صغيرة صرت سفيرة للإس أو إس، يعني أكتر من 300 طفل، يعني أنا صرت بدك تقولي مش متبنية طفل واحد، صرت متبنية أكتر من 300 طفل. أحلى كلمة قالوا لك إياها؟ أحلى كلمة ملكة، لأنه عم بيجربوا يكونوا مثل، صرت مثال أعلى لإلهم. هاي بزيادة. طب عندي هيك سؤال بس حشرية، الماما بالـ SOS بعدك بتشوفيها بعد فيها العلاقة القوية ولا مع الوقت بعدت؟ بالعكس نهار عن نهار تقوى وبتصير متينة أكتر، لأنه تعبت علي سنين وربتني وهلأ صار وقت أنا كافية. بتشوفوا بعض بتظهروا ولا يمكن الوقت أو أكيد الشغل اليوم بخليك مش تنشغلي عن أمك، ما في شي بينشغل عن أمي، بس اليوم عندي التزامات وهي عندها التزاماتها، بس عطول على التليفون، عطول في تواصل. لما بتحسي حالك بدك تبكي وعندك مشكلة لمين بتلجأي أول شي؟ إجمالاً لحالي، تعودت لحالي، بس لأنه بحب خبرها شي يبسطها، ما بحب زعلها وهيك، بس إذا كنت واقعة أكيد بمشكلة كتير كبيرة وهيك بحب أحكيها أكيد. أنا كنت عم بحكي معك هلأ برات الكوليس وقلتي لي إنه هالقد يعني انعجبت صراحة قد إيه متصالحة مع حالك، وحكينا هل يا ترى أنت برأيك العيلة هي العيلة البيولوجية ولا العيلة هي اللي بتربي وبتسهر وبتتعب على الشخص؟ هلا العائلة البيولوجية أكيد شيء أساسي، لأنه بضل عندك نقص معين، بس الأساسية أكيد اللي بلاقيها هي البديلة، يعني الأم اللي بتربي، الأم اللي بتتعب وبتسهر وبتعطي من قلبها وبتحب بلا مقابل، ولأنه ما في روابط دم اليوم حتى تخليها تحبني، فبعتبر حالي أنا مغرومة فيها، وإن شاء الله أقدر مثل هذا الشيء مع الاولاد اللي هلا انا معهم. يعني هي ربتني، انا صار وقت اعطيهم هذا الشيء، هذا الحب. بتعملي صراحه ميرا اكثر ما فيكي واكيد